السلام عليكم ماستر بيبليد، رجعنا لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم حيكون جميع تطورات اللهيب بالاستثناء، يعني الهيب المستعر، اللهيب حق الجزء الاول، مو البيبة البيرست. قبله كان في جزء ما نزل عندنا، فاللهيب المستعر، اللهيب الاسطوري، اللهيب الناري، اللهيب الملكي، اللهيب المدفخ، هذول كلهم يعني. فان شاء الله يعجبكم المقطع، حسبكم مع المقطع الحين. اذا عجبكم حطوا لايك، ما عجبكم برضه حطوا لايك، يعني لا تحط ديسلايك. فيلا المقطع هذا تعبت عليه شباب، يعني لازم تحطوا لايك، تشتركوا في القناه، اهم حاجه تشتركوا في القناه. فيلا روح مع الفيديو. في المرتبه الاولى معانا اول لهيب نزل، هو ما نزل عندنا، هذا اسمه سبرايزن، بس ما له اسم، بس اسمه اللهيب. اوكي، فهذه المناطق الحادة، يعني البلبل كده يعني واضح انه قديم وضعيف جدا شباب. وهي نروح للليير ديسكرايبر. اوكي، فهذا هو اللير والديسك والدرايفر. اللير دي ما وريتكم هو قبل شيء، فيه المناطق حادة ومناطق مين حادة، واللير ضعيف. والديسك ديسك دائري زي ديسك البرق الصاعق، بس انه دائري بزيادة. والدرايفر نفس درايفر العملاق الارضي، يب توقع اسمه العملاق الارضي، نفسه وكده دورانه، مو هجومي ولا دفاعي. اوكي، فالببل اللي بعده اللي هو ستروم سبرايزن، وشوف كيف شباب لاير تطور والمناطق الحادة زادت، شوف كم منطقة حادة الحين هطلع لكم. فاوكي شباب، المناطق الحادة صارت 6 مناطق حادة بدل ما هي كانت منطقتين فقط. فطبعا دحين بيجيكم الدرايفر المزدوج، الديسك عجيز تلقاه. اوكي، فالبلبل اللي بعده بلبل الجميع يحبون ينتظروه، اللي هو ليجند سبرايزن او اللهيب الاسطوري. اللهيب الاسطوري صار فيه يمكن 6-7 مناطق حادة، وهو بلبل اسطوري شباب على اسمه. شباب كنت بقول لكم انه شوفوا هذه المناطق الحادة، انه قبل شوي الصوت انقطع. والديسك بالنسبة للديسك والدرايفر، اللي بيشوف الفتح، كل الفتوحات اللي حتكون قدام، وانا ما اجيب الديسك والدرايفر، حتكون تحت في الوصف. حتى اللهيب المستعر حيكون فتحه تحت في الوصف. كيف البلبل اللي بعده اللي كلنا متحمسين له، اللي هو روجيوم سبرايزن او اللهيب الناري، وهو بلبل اسطوري شباب، يمتص الطاقة ويفوز على كل البلابل الا الشجاع المطور اللي في نفس الجزء، بس اللي مطور قاعدة اختلفت واللير اختلف فيه بعض الاشياء. فهذا هو البلبل الاسطوري شباب. طبعا هذا البلبل ما فيه له اي منطقة حادة، بس اللي فيه له الديسك التقيل واللير التقيل والدرايفر اللي فيه 3 قواعد. طبعا هذا البلبل حيجيب لكم الديسك والدرايفر. البلبل طبعا مرة قوي شباب، يمتص الطاقة من هنا ويدمر من هذه المنطقة. وشوفوا الوجه اللي عليه، دحين بجيب لكم دائرة عليه وروحوا هي الديسك. اوكي شباب، قبل لا تروحوا الديسك نسيت اقول لكم حاجه، انه بيبي يصير يمين ويسار. اوكي، فهذا هو الديسك، ديسك جدا رهيب شباب. ديسك الزيرو او ديسك الصفر، ديسك ثقيل جدا. ديسك مديك تركب عليه فريم، في البلو اللي بعده حتشوف الفريم اللي راكب عليه. فبس هذا هو الديسك، روح الدرايفر. اوكي، هذا هو الدرايفر، درايفر الدفاعي، هذا اول درايفر طبعا شايفينه هو مرفوع كده، هذا الدرايفر الدفاعي. ودحين بوريكم الدرايفر يا الهجومي يا الستامينا، اللي هو زي المنجل. هذا هو الدرايفر الهجومي، طبعا بدلناه، شوف كيف مرفوع. الدرايفر الهجومي هذا يخليه هجومي، يعني اتاك، يعني يكون قوي في الهجوم شوية، بس مو مرة يكون زي الشجاع المنتصر. فهي روح الدرايفر الستامينا. اوكي، فبدأنا القاعدة وجانا الدرايفر استمنة. الاستمنة اللي هو زي الدرايفر المنجل، هو ينفع يميض المظلم وشجاع متقل وبراثة النصر. هذا الدرايفر يعني لا هو هجومي ولا هو دفاعي. فهيا نروح للبلبل اللي بعده. اوكي، فهذا هو اللهيب الملكي. اللهيب هذا طبعا فيه 4 مناطق حادة، لا لا مو 4،
ستة، يب ستة مناطق حادة، وشكله جبار شباب كذا، يعني تقول عليه ملكي. اوكي، فالدرايفر نفس درايفر اللهيب الناري، والديسك نفس ديسك اللهيب الناري بس عليه فريم. اوكي، اللي بعده هو اللهيب البركاني، واللهيب البركاني هذا يشبه اللهيب الناري، لانه حتى انا ما اقدر اجيب الصورة بدون اليد هذه. اللهيب هذا ما عنده ولا اي منطقة حادة، يمكن منطقتين او اربعة. واللهيب هذا يتغير من النمط اليمين لليسار، والقاعدة حقته هي قاعدة مزدوجة، تصير دفاعية وتصير هجومية نفس قاعدة اللهيب المستعر. فالتطورات اللي كانت معانا اليوم هي اللهيب، واللهيب المستعر، واللهيب الأسطوري، واللهيب الناري، واللهيب الملكي، واللهيب البركاني، وهو آخر تطور. فالبلابل هذه بلابل أسطورية جدا، وكلها حقت ماهر. فيا شباب، نحن تعبنا عن المقطع هذا كثير، فلا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. فبس هذا كان كل عندنا، لا تنسوا اللايك سبسكرايب شير، واكتبوا في الكومنتات ايش رايكم في التطورات اللهيب. وصلنا للختام، سلام.